هذا ودعت الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة على وجه السرعة. وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن تبحث التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات التنمية في إثيوبيا، وذلك من خلال مفاوضات في إطار قيادة الاتحاد الإفريقي. ومتابعة لهذه المواقف الأمريكية، معنا من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري. إعادة الذخم إلى هذه الدعوات، ما المفاوضات؟ هل تأتي أمينة لإنعاش ربما تأخر الدور الأمريكي في رعاية أو في ضمان نجاح المفاوضات السابقة؟ نعم بالفعل روبير، خاصة أن المفاوضات السابقة لم تنجح وكانت الولايات المتحدة الأمريكية جزء منها وإن بالمشاركة والإشراف فقط. روبير، فلنتذكر ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان إلى دول القرن الإفريقي لحل عدد من الأزمات التي تواجهها المنطقة، إذ قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لحل هذه الأزمات بالطرق الدبلوماسية التي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أن دخل البيت الأبيض أنه سيعتمد عليها في حل جميع أزمات الملفات الدولية على طاولته قبل أن تتحول إلى نزاع عسكري، وهو الحال بالنسبة لإقليم تيغراي وعدد وحدود ملف الحدود مع السودان أيضا، وبشكل أساسي ملف سد النهضة بين الأطراف الثلاثة إثيوبيا ومصر والسودان. بعض المصادر هنا في الخارجية الأمريكية كانت قد قالت بأن الهدف من إرسال المبعوث الأمريكي الخاص هو الاطلاع على شروط جميع الأطراف ومحاولة إيجاد فجوة يدخل منها الجانب الأمريكي لمحاولة تقريب وجهات نظر والحصول على اتفاق مبدئي مبني على إعلان المبادئ العامة الذي تم توقيعه في العام 2015 وأيضا في يوليو من عام 2020 للاتحاد الإفريقي في محاولة للموازنة بين أهداف التنمية لإثيوبيا من خلال سد النهضة وأيضا مخاوف الجيران مصر والسودان من ملء وتشغيل سد النهضة. فيلتمان سيعود قريبا إلى المنطقة طبعا بعد أن يطلع الإدارة الأمريكية على ما حصل عليه من أطراف النزاع خلال هذه الزيارة في محاولة للبدء في مفاوضات قريبة. مباشرة من واشنطن مراسلتنا أمينة السريري وكل هذه المعلومات.